بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية تحدث الشيخ رحمه الله عن الصنف الأول من شروط عمر على أهل الذمة التي مقصودها التمييز عن المسلمين. قال رحمه الله: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله أراد أن يجمل ما مر ذكره من شروط أهل الذمة ويصنفها إلى أصناف. الصنف الأول ما هو من باب منع التشبه بهم، وهذا انتهينا منه. والصنف الثاني قال ما يعود بإخفاء منكرات دينهم. والصنف الثاني ما يعود من هذه الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم مثل إظهار الناقوس والبوق وإظهار الخمر وإظهار الأعياد، إظهار أعيادهم الكفرية والبدعية، فهذا مما فيه عدم إظهار دينهم في بلاد المسلمين وإن كانوا أهل ذمة. نعم. قال كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد. منعهم من إظهار الخمر أي شرب الخمر وبيع الخمر وصناعة الخمر، لأنهم هم يستحلون الخمر هذا، فلا يمنعون منه فيما بينهم، ولكنهم لا يظهرونه في بلاد المسلمين لأنه منكر. هذا واحد. والناقوس. والناقوس وقد سبق أنه للنصارى، ويضربون عليه عند حضور عبادتهم، فيكون له صوت يخرج من الكنيسة يسمعه من حولها. نعم. والنيران. والنيران، إيقاد النيران للعبادة. نعم. والأعياد. والأعياد، الأعياد الكفار كعيد النيروز والمهرجان وكل ما يحتفلون به دوريا، سواء على مدار السنة أو السنين أو الأسابيع أو الأيام، فإنه ممنوع، لأن هذا من أعياد الكفار. وقد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرنا أن نقتصر على أعياد الإسلام، وقال إن الله أبدلكم بها خيرا منها، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس للمسلمين أعياد غير العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وجميع الأعياد سواء كانت عبادية يفعلونها من باب العبادة فإن هذا ممنوع وهذا أشد، أو كان هذا من قبيل إظهار قوتهم وإظهار فرحهم وسرورهم، فنحن منهيون عن ذلك، ونقتصر في أفراحنا المباحة، ونقتصر في تناول الطيبات في يومي العيدين. نعم. قال ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. الثالث ما يعود بإخفاء شعار دينهم. نعم. قال أول إخفاء منكرات دينهم، والثاني ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم.
نعم، أو يكون هذا الذي هو الصنف الثالث، هو إخفاء شعار دينهم، إخفاء شعار دينهم أي علامة دينهم، لأن الشعار معناه العلامة، كأصواتهم بكتابهم اللي هو التوراة أو الإنجيل، فلا يقرؤونهما علانية، إنما يقرؤونهما فيما بينهم. نعم. قال رحمه الله: فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به. وهذا محل الإجماع من عهد عمر ومن بعده من الخلفاء والأئمة والأمراء وجميع المسلمين على منع إظهار الكفار لعاداتهم وشعائرهم وأمور دينهم في بلاد المسلمين، فلا يظهر شيء من ذلك ولا يختلط بالإسلام أو بدين الإسلام، بل يكون دين الإسلام متميزا عزيزا لا يشوبه شيء. وهذا يلزم ولاة الأمور أن يعملوا به، ويلزم من تحت أيديهم من الأمراء ومن لهم نوع من الولاية الجزئية على بعض الأقاليم أن يقوموا بهذا وينفذوه في من في ناحيتهم، ويلزم عموم المسلمين أيضا العمل بهذا، وهو الإبقاء على تميز الإسلام واحترام الإسلام، ومنع أن يتطرق إليه شيء من عادات الكفار وعبادات الكفار وبدع الكفار، حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يندمج الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة. لا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم، سواء كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاة أو من عامة المسلمين. المسلمون كلهم يتضافرون على حماية دينهم وتمييزه عن غيره من الأديان، لأنه الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين. نعم. قال: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ إذا كان الكفار ممنوعين من إظهار شعائرهم وعاداتهم الخاصة بهم وتقاليدهم الخاصة بهم، ما ممنوعون من أن يظهروه في أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين لئلا يختلط الإسلام بغيره، أو يخفى الإسلام حتى يلتبس بغيره، فكيف إذا كان العكس؟ وهو الواقع الآن أن المسلمين هم الذين يعملون أعمال الكفار ويظهرون شعارات الكفار، فإن هذا من الانتكاس. إذا كان الكفار ممنوعين من أن يظهروا هذا في بلاد المسلمين، فكيف أن المسلمين هم الذين يظهرونه نيابة عن الكفار، وهم الذين يستجلبونه ويستوردونه ويتمدحون به؟ فهذا من الانتكاس، وهذا واقع في غالب بلاد المسلمين اليوم، فلا تكاد تميز شيئا من عاداتهم وأمورهم حتى اختلطت بأمور المسلمين، وصار الحاذق من المسلمين والمثقف والمفكر والمدرك هو السابق إلى عادات الكفار وتقاليد الكفار وثقافة الكفار، وهذا من الانتكاس العظيم، ومن استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا إهمال لدين الله عز وجل، وإذلال، بل هو إذلال لدين الله وإعزاز لدين الكفر وشعائر الكفر. فالواجب أن يتنبه المسلمون وعلى رأسهم ولاة أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وألا يتساهلوا في شيء منه،
وأن لا يطيعوا من ينادي به من دعاة الحضارة كما يقولون، أو الرقي أو التقدم أو الحضيرة أو الحضارة أو غير ذلك، فإن ديننا ولله الحمد قد أعزنا الله به، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فما هو العرب قبل الإسلام؟ إنهم كانوا مستذلين وكانوا مستضعفين وكانوا متقطعين متناحرين فيما بينهم، حتى جاء الإسلام فأعزهم الله به ورفعهم به وأكرمهم به وصاروا سادة العالم. فلماذا التحول الآن من الإسلام إلى ضده؟ فالواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة أمورهم وعلى علمائهم، الواجب عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يطردوا هذه الأمور التي وفدت إليهم، وهي إضرار بهم وبدينهم، وليس فيها نفع البتة. ليس فيها نفع البتة. فأنت الآن لما تسير في الشارع ماذا ترى؟ عناوين المحلات وعناوين إلا أسماء أعجمية أو كتابات بحروف اللغة الأجنبية، حتى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية. كل هذا محبة للتشبه وعشق لعادات الكفار، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى التخاطب الآن يكاد أن يكون باللغة الأجنبية، حتى في بلاد الإسلام، في المستشفيات، في المطارات، في الشركات، في الفنادق، في بلاد المسلمين مع الأسف. الواجب أن يتنبه لهذا الأمر قبل أن يستفحل وينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ثم ينسى الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تصنيف تلك الشروط: ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. هذا هو النوع الثالث من أنواع الشروط عمر رضي الله عنه، أو الرابع أو هو الرابع. المهم أن المراد به منع إعزازهم وإكرامهم، لا ظلمهم كما سبق. ما هو بالمقصود أننا نهينهم بمعنى نظلمهم ونعتدي عليهم، لا، المقصود أننا لا نكرمهم ولا نعزهم وقد أذلهم الله، لكن نعطيهم حقوقهم الواجبة لهم ولا نعتدي عليهم في حق أو نمنعهم من حق لهم، هذا لا يجوز. نعم، قال رحمه الله: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة، ومن المعلوم بعد ذكر ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار، قال: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. نعم، هم يفرحون إذا رأوا المسلمين يستقدمون عادات الكفار وتقاليدهم، وأشد من ذلك أن يستعملوا أعيادهم فيرسمونها في دولتهم ويأمرون بها في دولتهم. الكفار يفرحون بهذا لأن في هذا ثناء على دينهم ومدحا لهم، وفيه إذلال للإسلام الذي هم يحرصون على إذلاله وعلى إهانته. فهؤلاء المسلمون أو المستسلمون على المعنى الأصح الذين يعملون هذه الأعمال إنما يكرمون الكفار وينصرون دين الكفار ومن حيث لا يشعرون، قد لا يكونون متعمدين أو لا يكونون قد فطنوا لهذا الشيء، لكن هذا خطأ فاحش، وإلا لو تعمدوا هذا الشيء فإن هذا كفر، إن هذا يكون كفر بالله عز وجل. فالكفار يسرون كل ما رأونا مفرطين في ديننا ومتساهلين فيه، ويسرون إذا أخذنا عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وشعاراتهم اتخذناها فيما بيننا، يفرحون بذلك.
لأمرين: أولا أن هذا فيه إعزاز لدينهم، وثانيا أن هذا فيه إهانة للإسلام وآداب الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني من دلائل الإجماع بعد ما ذكر كتاب عمر رضي الله عنه أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة. سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التشبه، ثم ذكر الإجماع من وجه الأول، وقال الإجماع من وجوه. الوجه الأول فعل عمر وخلفاء وأمراؤه ومن جاء بعدهم من المسلمين، وهذا انتهينا منه. قال الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر، ثم ذكر مثالا. نعم. الوجه الثاني بعد الوجه الأول الذي هو فعل عمر رضي الله عنه ما فعله الصحابة، أفراد الصحابة. نعم. الذين ليس لهم ولاية، وإنما فعلوا هذا بموجب دينهم وما يمليه عليهم دينهم من مخالفة الكفار، واشتهر هذا عنهم ولم ينكر. نعم. فكان نوعا من الإجماع. نعم. قال: فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول، وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله: فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقول: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. نعم. كذلك من عمل الصحابة ما فعله أبو بكر، ولعل هذا قبل أن يلي الخلافة أو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على امرأة من أحمس، وهي قبيلة من قبائل العرب يقال لها الأحمس وينسب إليها الأحمسي، وهي صامتة لا تتكلم، فقال: ما شأنها؟ قالوا: إنها حاجة، يعني كأنها تظن أن الحاج لا يتكلم. فنهاها رضي الله عنه عن ذلك، وقال: إن هذا من دين الجاهلية، هم الذين كانوا يتخذون هذه الأمور، الصمت يتخذونه عبادة، يتخذون كما يأتي المكا والتصدية عبادة، فالجاهلية تتخذ أشياء على أنها عبادة وهي من شرع الشيطان وليست من شرع الرحمن، فمنها الصمت، فإن الله لم يأمرنا بالصمت في الحج، بل أمرنا بالذكر، نذكر الله كثيرا، واذكر الله في أيام معدودات، ويذكر الله في أيام معلومات. فليس من شعائر الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية، لذلك نهاها، لأن هذا من إحياء سنة الجاهلية التي أمرنا بالابتعاد عنها. ثم إنها سألت: من هو هذا الرجل؟ إلى أن انتهى الأمر، إلى أن أخبرها أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: وما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على الإسلام، إلى متى يبقى الإسلام؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. ما استقامت لكم أئمتكم، يعني الولاة، يعني إذا استقام ولاة أمور المسلمين على نصرة الإسلام فإن الإسلام يبقى، وإذا تخاذل ولاة الأمور عن نصرة الإسلام فإن الإسلام يضمحل أو يزول في بعض النواحي، لا أنه يزول بالكلية،
لأنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، لكن قد يزول في بعض النواحي أو بعض البلدان نتيجة لتفريط ولاة الأمور في هذا الأمر. فهذا مما يحذر ولاة أمور المسلمين، وفقهم الله وأعانهم على ما حملوا، أن يقوموا بنصرة هذا الدين وأن لا يغفلوا عنه وأن لا يتساهلوا في أمور الكفار تدخل إلى بلاد المسلمين وتختلط مع دين المسلمين. الإسلام من ذلك الصمت في الحج. الحج في نفسه عبادة وهي من دين الإسلام، ولكن الصمت فيه هذه زيادة، هذه بدعة إضافية. هذا ما يسمى بالبدعة الإضافية. والبدعة على قسمين، إما بدعة أصلية وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله، وإما أن يكون العبادة أصلها مشروع لكن يزاد عليها شيء ما ليس منها، وهي البدعة الإضافية، مثل الصمت في الحج، أن هذه بدعة إضافية. فأبو بكر رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة، فلما سألته ما بقى هذا الأمر، يعني هذا الدين متى يستمر، قال ما استقامت أئمتكم. معناه أن بقى هذا الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه من ولاة الأمور والعلماء، المحافظة عليه والدفاع عنه ونشر هذا الدين وبيانه للناس وإلزام المسلمين به، فإنه يبقى هذا الدين. أما إذا أهمل ونسي فإنه يزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك به ولم يقم ولاة أمورها بنصرته. وولاة الأمور إذا أصلحهم الله أصلح بهم الجميع، أما إذا فسد ولاة الأمور فإن ضررهم يتعدى وفسادهم يتعدى إلى غيرهم، فهم عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما أفراد الناس فليس لهم سلطة، ولو كان عندهم غيرة وعندهم، لكن ليس لهم سلطة. فالدين لا بد له من سلطة. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا بد من حديد وكتاب. الكتاب يبين الحق، والحديد يلزم بالحق، يلزم بالحق، وذلك بالجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. أما بقاء القرآن وبقاء السنة ولا يعمل بها ولا تنفذ فلا يغني ذلك شيئا. فأهل الكتاب هلكوا وعندهم التوراة والإنجيل، ولم ينفعهم ذلك شيئا لما لم يعملوا بهما في وقتهم، لما لم يعملوا بهما في وقتها قبل أن تنسخ. وكذلك القرآن إذا بقي في الرفوف ولم يعمل به فإنه بذلك لا ينتشر ولا يقام الإسلام على القرآن. فليس المراد بقاء الكتب، المراد بقاء العمل والتنفيذ. وهذا إنما يملكه ولاة الأمور، والذين أعطاهم الله السلطة مسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم. ولكن على البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبهوهم وأن يدلوهم على الخير حتى يكونوا يدا واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. نعم. قال: وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام. لما نهاها أبو بكر عن الصمت أعقب ذلك بقوله أن هذا من دين الجاهلية. هذا علة للحكم، لأن الحكم إذا عقب بوصف فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. فيكون المنع من الصمت من باب التعبد، أنه المنع منه من أجل أنه من دين الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل في هذا كل ما اتخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية. نعم، فيدخل في هذا من باب القياس، وهذا ما يسمى بقياس العلة، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، هذا قياس العلة عند الأصوليين، وهو دليل صحيح بعد الكتاب والسنة والإجماع القياس. وذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه أن هذا من دين أو من عمل الجاهلية. إذن فكل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنكر، ولا يجوز للمسلمين أن يعملوا به إلا إذا أقره الإسلام، مثل الحج. الحج كان موجود في الجاهلية، لكن الحج عبادة لله وأقره الإسلام، فيبقى كما كان، مثل صلة الأرحام، مثل إكرام الضيف، هذه أمور من أمور الجاهلية لكن أقرها الإسلام. فما أقره الإسلام فهو حق، ولو كان سبق في الجاهلية وكان موجودا في الجاهلية. أما ما منع منه الإسلام فهو ممنوع من أمور الجاهلية. نعم. قال: كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. نعم، من عبادات الجاهلية التي لم يشرعها الله المكاء والتصدية. والمكاء هو الصفير، التصدية هي التصفيق. كانوا في الجاهلية يعظمون البيت ويطوفون به ويصلون عنده، لكن يصلون بالمكاء والتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فينهى المسلمون عن أن يدخلوا في عباداتهم شيئا من عبادات الجاهلية كالمكاء والتصدية. وهذا موجود عند الصوفية الآن، مسألة التصفيق للعبادة والصفير وغير ذلك، هذا له من ورثه من أهل البدع، فهو ممنوع، هو ممنوع عند البيت وعند غيره إذا كان يفعل من باب العبادة. إذا كان يفعل من باب العبادة فهو حرام ومنكر. أما إذا كان يفعل من باب العادات، وكان هذا من عادات الكفار أو أهل الجاهلية، فأيضا العادات الخاصة بهم لا نتشبه بهم فيها. وبناء على ذلك فالتصفيق للرجال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، لما سمع الصحابة يصفقون في الصلاة حينما جاء وأبو بكر يصلي بالناس وهم يريدون أن أبا بكر يتأخر، وأبو بكر لم يشعر بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتأخر، فصفقوا له. فلما صلوا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التصفيق، وقال: التصفيق للنساء، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء. فإذا كان التصفيق للرجال ممنوعا عند الحاجة إليه، إذا كان ممنوعا عند الحاجة إليه في الصلاة لتنبيه الإمام فكيف يعمل بدون حاجة، وإنما هو لتقليد الكفار في حفلاتهم ومناسباتهم، فهذا من التشبه بهم، وليس هو للرجال، وإنما هو من عادات النساء. والرجل لا يتشبه بالمرأة، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.